السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ الإقامة بالسيارة الأولى. عندنا فورد فيستا موديل 2017 مازوت 6 ديال الخيل، كيلومتراج 64,000. سيارة بونيتا. بالنسبة للسيارة فكاينة في مدينة سطات. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06/11/47/03/49. بالنسبة للثمن ديال السيارة هو 11,700 درهم. دوزو السيارة الثانية الإخوان. عندنا داسيا سانديرو موديل 2019 6 ديال الخيل، كيلومتراج 44,000، مازوت. سيارة بونيتا. بالنسبة للسيارة كاينة في مدينة قنيطرة. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06/80/33/16/50. الثمن ديال السيارة هو 12,900 درهم، 129,000 درهم. بالنسبة للسيارة الثالثة يا الإخوان، عندنا داسيا لوغان موديل 2014 مازوت 6 ديال الخيل، كيلومتراج 99,000. بالنسبة للسيارة بونيتا، سيارة كاينة في مدينة أكادير. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06/77/96/36/24. الثمن ديال السيارة هو 89,000 درهم، 98,000 درهم. السيارة الرابعة الإخوان، عندنا مرسيدس كلاس سي موديل 99 مازوت 9 ديال الخيل، كيلومتراج 299,000. السيارة كاينة في مدينة الناظور. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06/26/65/61/07. الثمن ديال السيارة هو 70,000 درهم. السيارة الموالية الإخوان، عندنا داسيا دوكر موديل 2020 مازوت 6 ديال الخيل، كيلومتراج 120,000، 5 ديال البيبان. سيارة بونيتا. الرقم ديال صاحب السيارة هو 06/80/33/16/50، مدينة القنيطرة. الرقم الثمن ديال السيارة هو 129,000 درهم، يعني 12,900 درهم.